كنتمناش الناس اللي داروا عليا ما كنتمناش لهم. حد صعيب وعانيت بزاف وهكا كنخدم وكنسافر لبرا انا ديما مع الجاليه المغربيه في اوروبا ولا خارج في كندا لا سويس الانجليز الحمد لله كلشي كنمشي نخدم الدول العربيه وقفت راسي الحمد لله ربي وقف معايا الله يخليكم. الانسان ما يبقاش هادي راه غادي نموت وما غنديو لا ديور ولا ذهب ولا رحمه الله. انا قسما بالله وربي شهد عليا قلت لك تنقول هذا الشيء ماشي على شي حد على راسي الا كان بات حسن الخاتمه يا ربي لا تخليني فيها. انا تنطلب ربي ما نبقاش فيها وين الغالب الله ما لقيتش انسان يصلي ويطلب الله ويقضي الفروض ديالو اللي دايره علينا مشروطه علينا. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بيكو متابعينا الكرام. للأسف وصلنا خبر محزن عن الفنانة الشعبية إيمان تسونامي. توفيت الفنانة الشعبية إيمان تسونامي منذ قليل بالمستشفى العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية. وأكد مدير أعمال الفنانة في اتصال خاص أنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم بعد صراع طويل مع التسمم الحاد الذي تعرضت له قبل أسابيع. يشار إلى أنه تم نقل الراحلة قبل أسابيع إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط بعد تدهور حالتها الصحية داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء، وظلت حالتها في تدهور إلى أن استجابت إلى نداء ربها ونعى مجموعة من الفنانين إيمان التسونامي معربين عن حزنهم لهذا الخبر موجهين لها الدعاء بالرحمة والمغفرة لتنهال بعدها التعليقات التي أعرب فيها الجمهور عن حزنه واستياءه لهذا الخبر. يذكر أن الفنانة إيمان تسونامي التي كانت ترقد في المستشفى لأيام طويلة بسبب تدهور حالتها الصحية ولدت ونشأت في مدينة مراكش واستهلت مسارها الفني في عمر صغير وهي ابنة 15 سنة فقط، حيث وقعت على شهرتها في البداية ضمن حفلات الأعراس، وبعدها اشتهرت الفنانة في الوسط الفني وقدمت لجمهورها العديد من الأغاني التي بلغت نسب مشاهداتها لأرقام مهمة. وحرص مدير أعمال الفنانة الراحلة على إعلان خبر وفاتها عبر حسابها وحسابه على الإنستغرام، حيث نعاها عبر تدوينة طويلة جاء فيها: لله ما أعطى ولله ما أخذ، تلقينا اليوم ببالغ الحزن خبر وفاة أختي إيمان تسونامي ذات الروح الطيبة، نسأل الله أن يغفر لها ذنبها وأن يجعلها من أهل الجنة، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذاها فهي فانية، لقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون. الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان تسونامي كانت قد نقلت أواخر شهر سبتمبر المنصرم إلى المستشفى العسكري بالرباط بتوصية ملكية قادمة إليها من إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء التي كانت قد أدخلت إليها في أواخر شهر يوليو المنصرم، وذلك بسبب تعرضها لمحاولة القتل عن طريق التسمم حسب ما كشف عنه مدير أعمالها أسامة حكيم. وأوضح أسامة حكيم أن إيمان تسونامي قد تعرضت للتسمم المقصود بنية القتل،
ولا علاقة له بأعمال السحر أو ما يعرف بالتوكال الذي سبق وأن تعرضت له من قبل، كما نفى أن تكون قد تعرضت لتسمم غذائي بالحفل الذي كانت مدعوة فيه كضيفة على اعتبار أنه لم يتعرض سواها للتسمم والأذى. من جهة ثانية، أكد مدير أعمال تسونامي حينها اعتزامه سلك سبل القضاء من أجل متابعة المتهمين بمحاولة قتل الفنانة الشعبية، مبرزاً أن هذه المسطرة رهينة بتحسن الحالة الصحية لإيمان تسونامي، وأخذ أقوالها بخصوص الواقعة التي عرفها الحفل الذي كانت مدعوة له والذي لم يرافقها له، على اعتبار أنه لا يخص العمل. وكانت بين الفترات والأخرى تنتشر الشائعات عن وفاة إيمان تسونامي، لكن في كل مرة كان يخرج أصدقائها وأهلها ومحبيها للتواصل مع الجمهور على السوشيال ميديا من أجل نفي هذه الشائعات والتأكيد على أن الفنانة لا تزال على قيد الحياة ولم تمت، بل أنها كانت تعرضت للتسمم لم يعرف مصدره بعد، وأنها كانت في حالة حرجة ويتابعها الأطباء بعناية في قسم العناية المركزة على أمل أن تستعيد عافيتها وتعود لأهلها ومحبيها. ولكن رحلت الفنانة عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع التسمم الذي لم يعرف سببه حتى الآن ومن هم المتهمين في هذه الجريمة. أما عن حياة الشيخة تسونامي وعمرها، فإن عمرها غير معروف على وجه التحديد، لكن يعتقد أنها تبلغ من العمر 48 سنة، وذلك لأن بعض المصادر ذكرت أنها من مواليد عام 1976. أما عن فيما يخص كم مرة تزوجت الشيخة إيمان تسونامي، فقد تزوجت الشيخة تسونامي مرتين، وقد انفصلت عن زوجها الأول بسبب خيانته لها، ثم تزوجت من رجل أعمال مغربي في عام 2019. تقول الشيخة إيمان تسونامي: تطلقت بسبب نظرة الآخرين لي، الشيخات عندهم صورة خايبة، ولكن خاص الواحد يعرف حياتهم كيفاش كيبدروا هذه الحياة كل نهار. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، ووضحنا لكم سبب وفاة الشيخة إيمان تسونامي وأهم المعلومات عنها وعدد أولادها. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.